خوي وقت المرأة يقول له صلاة، يقول له وقت الصلاة قبل، وقت الصلاة قبل، مو وقت صلاة وقت المرأة. لا إله إلا الله. شباب شباب، صلاة صلاة يا شباب، تكون ولا ما تكون؟ كم من بيننا أسألك بالله اللي جالس الآن تسمع، ما صليت العشاء؟ قوم قوم توضأ وصلي. قوم يا شباب، يكفي يكفي معاصي، يكفي مئات مئات آلاف جو إلى مغاسل الأموات ما يصلون الآن في قبره له سنين سنين، كيف حاله؟ كيف وضعه في القبر؟ والله العظيم شباب معنا من جد الآن في قبره له سنين، في حفرة من حفر النيران، يتعذب عناء الليل وأطراف النهار. والسبب إيش؟ سبب فعل الدين، تركنا الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. يا شباب يجيبون عمره 21 سنة، 21 سنة يجيبون إلى مغسلة الأموات، يوضع على دكة الغسيل، يقف ولد عمه، يبدأ المغسل يغسله، يطلع ولد عمه من المغسلة في حي الصفا، في حي الصفا. هذا الشاب اللي أذكر قصته أنا الآن، والله أعرف اسمه وأعرف حارته وأعرف حيه. لما بدأ المغسل يغسله، طلع ولد عمه من المغسلة يصيح، يقول الصلاة الصلاة. قالوا ايش فيك؟ وقت نصايح الآن، وقت مواعظ الآن، لا تبغون تعرفون ايش فيه؟ ادخلوا شوفوا فلان. والله دخلوا دخلوا، وعيذ بالله يقلب بشرة وجهه إلى سواد جديد، وصديد من أذنه لا يتوقف. لما سألوا عن حاله قالوا والله مات وهو لا يصلي، مات ولا ينام إلا سمعت الأغاني على أذنه. إلى متى؟ إلى متى وأنت مضيع أعظم أمر؟ إلى متى وأنت لسه ما أنت عارف قيمة الصلاة؟ أسألك سؤال وسامحني، إيش بينك وبين الله؟ إيش بينك وبين الله؟ يوم ما تدخل بيته وتركع وتسجد بين يديه، أقول لك على أمر وسامحني، أقسم بالله بعض الشباب وبعض الناس، الله 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 كره اللي يشوفه في بيت. اقسم بالله بعض الشباب الله كره ان يراه ساجد وراكع بين يديه، الا فاحذر ان تكون ممن كره الله طاعته، احذر ان تكون ممن كره الله عز وجل ان يراه في بيته صغير من اجل الله، ان يسعد الله في الدنيا والاخره. وهذا رقم الجوال لاني نسيت اعطيكم الجوال، خذ رقم الجوال، رقم الجوال اللي ذكرناه في البدايه. أذكر لكم الرقمين 050 60 60 150، الرقم الثاني 056 026 76 11، 056 026 76 11. البن الدعوة، البلاك بيري، خذ رقم البن. المحاضرات، الكلمات، اللقاءات، حتجيلك مقاطع طيبة، لا تبخل على نفسك. هذا 291 اي بي اي 7 دي 7 دي. الله يسعدكم، الله يحرمكم على النار يا رب. منكر تعيش كل من شافه حصل فيه اندهاش، قالي النهي عن